الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كل سنه وانتم طيبين. طبعا بمناسبه راس السنه، النهارده اول يوم في السنه الجديده، يا رب يعيدوا عليكم بخير ويجعلها سنه حلوه على الناس كلها يا رب. النهارده هعمل معاكم صينيه بطاطس، او في الحل على البوتاجاز بطاطس بالكبد والقوانص. معايا طبعا القوانص والكبد اهي، انا فصلاهم عن بعض، عامله القوانص لوحدها والكبد لوحدها، وغسلاهم وغسلاهم ومنضفاهم كويس جدا بالخل، عامله لهم محلول يعني كده، خل وملح وليمون، ومفيش خل، الليمون يقضي والدقيق مخليهم مفيش فيهم اصلا ميه خالص، وناشفين وحلوين كده. وكذلك برضو الكبده. معايا البطاطس اهي، انا مقطعاها مكعبات كده، ومعايا بصل، ومعايا فلفل رومي، ومعايا القرن الشطه الحراق ده اللي انا فاتحاه من هنا كده اهو عشان ياخد الريحه. ولو انا مش عايزه الاكل حامي وكده ممكن تشيليه او كده، عايزاه خراطيف قلب الفلفل عادي. ومعايا الثوم مهرسه كده، ومعايا حته هريسه شطه، ومعايا الطماطم مقطعاها شرايح كده بنفس الطريقه كده زي بتاع البصل، ومعايا معلقه سمنه او زبده اللي عندك. ماشي، هنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. انا عندي الحله بتاعتي اهي يا حبايبي، والنار عاليه عليها. انا حطيت معلقتين السمنه اهم بالشكل ده كده اهو، طبعا احنا متعودين نحط السمنه وراها البصل على طول. انا مش هعمل كده، انا هحط الفلفل بتاعي عشان يدي الريحه بتاعته الحلوه دي اهو، القرن الفلفل الحراق اللي انا قلت لكم عليه اهو. ومع ذلك برضه هحط وراه الفلفل اهو، ياخد الطشه بتاع السمنه كده، يخلي الريحه بتاعت الفلفل تبان كده وتظهر اهو. يا حبايبي ان شاء الله تعجبكم الوصفه بالشكل ده كده اهو، يا يبقى ريحته طالعه كده يعني، تفضل حيه في قلب الكبد والقوانص والبطاطس، ان شاء الله تعجبكم. اهوت يا حبايبي بالشكل ده كده، افضل اقلب كده. وكمان بعدها كده هنزل بمعلقه الهريسه اهي، مش هحط كلها يعني، حاجه بسيطه كده بالشكل برضو، الالوانات كده والريحه والطعم ده كده قوي. اهو ريحه الفلفل طلع كده احسن ما تحط البصل الاول، جربيها بالطريقه دي هتعجبك قوي اهو. خلاص يا حبايبي كده، انزل بقى بالبصل بتاعي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. انزل بالبصلتين، انا مخرطه بصلتين كبار كده في قلب طبق كبار كده يبانوا في الكبد والقوانص، وكمان البطاطس. يا حبايبي افضل اقلب كده، طبعا يدبل، انا متعوده معاكم احط حبه ملح، حبه من الملح على البصل كده يدبل بسرعه اهو. بقى عايزه تعملي في طاسه، في صينيه، انا عامله في الحله دي عادي يعني، اللي كل واحد وراحته. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم اهو بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ريحه الفلفل مع البصل، الفلفل ريحته بانت، انا لو حطيته بعد البصل ما كانش هيبان بالطريقه اللي هي باينه بيها دلوقتي اهو. طبعا اكل الشتاء بيحب مثلا البطاطس، طبيخ البطاطس بيبقى حلو في الشتاء جدا، اي طبيخ يعني عامه.
وبعيد تغيير في الاكل. طبعا اول حاجه هنزل بيها يا حبايبي القوانص بتاعتي اهي، بصوا اهو، عايزه اقول لكم القوانص بتاعتي اللي شوفوا مش منزله شوفوا ولا اي حاجه اهي. الاول اهو طبعا انا لسه ما حطيتش بهارات ولا حطيت اي حاجه فيها. قلت لكم القرن الشطه دوت لو انت مش عايزه الاكل حراق ممكن ما تحط، يعني انا مش عايزه الاكل حراق فتحه كده بحطاه ياخد الطعم البسيط مش قوي مش حراق قوي، اما انا لو عايزه بقى الاكل حراق بخرطه مع الفلفل الرومي عادي في اي اكل ممكن تعملي كده. انا يا حبايبي هغطي عليها بقى واسيبها شويه تنشف كده الكبد والقوانص وتدخل على سوا وارجع معاكم فاصل صغير ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. ورجعنا يا حبايبي نشوف الايه القوانص بتاعتنا اهي. اهو اللي هي طبيعي تبلت مع البصل والفلفل بتاعي ونزلت اللي هي الميه دي. انا كنت عايزاها تنزل الميه اللي انتوا شايفينها دي كده. اعمل ايه بقى؟ اروح منزله البطاطس بتاعتي كده اهي في قلبها تشرب من الميه وكل حاجه فيها، وابتدي بقى ايه اقلب كده وابتدي اجيب الايه الطماطم بتاعتي برضو اهي بالشكل ده كده، والتوابل التوابل اللي هي القرفه والملح والفلفل الاسمر وحبه من الكزبره، ولو عندك جوز الطيب ما بتبقى جميله جدا، حطي جوز الطيب جميله في الاكله دي. اقلب بقى بالشكل ده كده اهو كبد في القوانص، جربوها بالشكل ده ريحتها روعه 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 اهي. طبعا يا حبايبي هرستش التومه انا بحب احطها في اخر الاكل خالص، بتفضل ريحتها في قلب الاكل جميله جدا اهو. انا هرست التوم بقى دلوقتي هبتدي احطها اهو. الشكل ده كده واقلب بقى كده. طبعا القوانص كانت نص سوا، انا لسه ما حطيتش الكبده كانت نص سوا. فانا هعمل ايه بقى؟ القوانص هتستوي مع البطاطس. شفت اللي بيقول لك عينك ميزان كده؟ البطاطس اكيد هتستوي ان شاء الله ان شاء الله مع ايه؟ مع القوانص. فانا هتغلي غلوه كده، هتغلي غلوه بسيطه كده وابتدي احط الكبده عشان ما اقلبهاش كتير عشان خاطر ايه الكبده تفضل زي ما هي ما تنهريش. وفاصل ونرجع تاني. يا حبايبي هبتدي بقى انزل بالكبده كده على وش البطاطس اهو عشان البطاطس خلاص داخله على سوا اهو، ومش هقلبها هوطي عليها البوتاجاز، اوطي عليها البوتاجاز مش هقلبها يعني بالراحه عليها كده، مش هقلبها قوي كده اهو، هدخلها بس كده فيها كده بالشكل ده كده، وبخارها يسويها اهو. وانا عايزه اقول لكم ناشفه شربت من البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو، شربت البطاطس من الميه اللي كانت نازله من القوانص بالشكل ده بالراحه واحنا بنقلبها كده. اهو وكمان حبه ميه مغليين كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم بس وخلاص. بالسبنشه بالراحه كده يعني ايه ما اقلبش قوي اهو، بس هتستوي الكبده وتفضل زي ما هي، هغطي عليها اهو وهدي كمان النار عليها وارجع
معاكم نشوف هنغرفها بقى كده يا حبايبي. خلصت الطبق بتاعي اهو، طبق الكبد والقوانص بالبطاطس، طعمه خطير جدا. جربوه بالشكل ده ان شاء الله يعجبكم. البطاطس استوت اهو بالشكل ده كده، استوت اهي، وكمان القوانص اهي، والكبده سليمه زي ما هي، حتت كبده اهي. ان شاء الله النهارده الوصفه بتاعتي اكله شتويه جميله جدا تعجبكم. جربوها بالشكل ده، هتلاقوا طعم جميل جدا وريحه وشكل وكل حاجه حلوه فيها. جربوها بالشكل ده ان شاء الله تعجبكم. كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.